يعني انا ما عندي حتى لا علاقة لا بقرب، انا احلل وما عندي حتى تعاطف ولا كره لاي شخص بصفة عامة، سينو راني نخدم في خدمة اخرى. القضية كونه كي ما يعرف بقضية المطار كانت قضية سيادة شوية، لكن التهم اللي تنحاو هما التهم المخطرة، خاطر هذوك نجموا يخلطوا 20 سنة حابس. دونك جو بونس اوسي القضاء يمكن الفتره تسمح كونه تربط بسهم سعيد قابل طبوبي الاولاد خرج حتى خضر بتاع الجهاز السري خرج عفوا نتاع النهضه خرج المحامي ذول اللي اعتدت في مطار جربه مش كنت تذكروا الحكايه نتاع مطار جربه فما محامي زاد اعتدت على امن محامي اعتدت على امني في مطار جربه صحيح كيف خرجت البارح زاد دونك بتيتر سي زاد مال البحيري باش ينحيوا لقام الجبري سي بون البحيري كان فما تهم ولا كانت تتعدى القضيه اكيد باش يخرج من لقام الجبري كما البارح فزوز نحاو لقام الجبري ناخذوا هذا كوم دي بونسيني ناخذوا هذا معناها ثمره ضغط دولي و عزله شبه عزله نتاع تونس كنت راه مثلا التقارير اللي تهبط قاعده هالايامات راهي معناها فما كلمه كولابس معناها قاعده تستعمل بالانجليزيه اللي هو انهيار كلمه انهيار كما قلت لكم تقرير